بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي الوزير السيد كمال الفقي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، سعادة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية في دولة قطر، رئيس الدولة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي السيد زياد هرب الريح وزير الداخلية في دولة فلسطين، رئيس الدولة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب. أصحاب المعالي، أيها الإخوة، من لبنان، من وطني الذي يهتز جنوبه الصامد ألما من جراء العدوان، ويسقط فيه كل يوم شهداء وجرحى مؤمنون أبرياء آمنوا بالعروبة وبلبنان وتمسكوا بأرضهم، أرض الخير والإباء، أرض تعمدت بالدم الخالص، أرض لفتها قلوب عامرة بالإخلاص، تأبى الظلم وتتمسك بعروبتها وبالشرعية. جئتكم لأدين، بل لأدين معكم ظلما طال الأبرياء، ولأقول أننا صامدون، ويبقى الجنوب ويبقى لبنان صامدا بأهله. نحن عرب لبنانيون، سمتنا الطهر والصبر، وإن مع العسر يسرا. أيها السادة، لا بد إلا من أن أتقدم منكم ومن تونس الشقيقة الخضراء ومن فخامة الرئيس قيس سعيد ومعالي الأخ كمال الفقي بالشكر على الاستقبال والحفاوة وعلى تنظيم اعتدناه في دورات مجلسكم الكريم. نجتمع دائما على الخير والأمن والعروبة، يجمعنا الدين والدم والأصالة العربية، انتماؤنا واحد ومصيرنا واحد. لطالما عانت دولنا العربية ولا سيما منها دول الشرق الأوسط العربي من أزمات أو صراعات هي تخرج منها منتصرة، منتصرة بالإيمان بالله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتصرة بالحق بل بالعروبة الحقة. فبه وبالتضامن العربي دحرنا المنظمات الإرهابية وخطرها عن أرضنا العربية، لتعود بعض أرضنا في لبنان فتقع فريسة وحشية إسرائيلية استهدفت الأبرياء والأطفال بأمنهم وأمانهم، وهم يعتصمون بالشرعية، الشرعية العربية والشرعية الدولية وبلبنان. نحن دافعنا وسندافع عن لبنان وعن دولنا العربية بوجه كل أشكال الحرب والإرهاب. نعم، نعمل بل نعمل جميعا في سبيل أن يكون لبنان دولة متقدمة في الاستقرار والنعيم والشرعية، مساندة لأشقائها العرب وبمساعدة أشقائها العرب. سننتقل حتما إلى تلك المرحلة. لبنان المستقر هو درة في المنطقة تضاف إلى دول عربية منارة في العالم، لتشكل معا بالأمن والأمان مجموعة مشتركة ومتشاركة في الاستقرار، بل وحدة حصنها أمان عربي مشترك. نعم أيها السادة، بناء الدولة القوية في لبنان وتعزيز الدولة في لبنان وتعزيز الأجهزة الأمنية في لبنان هو ضرورة لتعزيز الاستقرار، نؤمن بذلك ونعمل عليه معكم. لبنان جزء من الشرعية العربية ويتمسك بالشرعية العربية ولن يخرج عن الشرعية الدولية. نؤكد رفض المس بأي دولة في أمانها وفي أمنها الاجتماعي وخاصة أشقائنا العرب. نرفض المس بالأمن الاجتماعي أو المجتمعي لأشقائنا في الخليج العربي. نؤكد على مسارنا الدائم وعملنا الدؤوب في مكافحة المخدرات والجريمة.
لقد تضافرت جهود الأجهزة الأمنية كافة والعسكرية في لبنان لمكافحة آفة المخدرات ولحماية أمننا الداخلي وأمان المجتمعات العربية. وفي ظل زمن غدت فيه الجريمة عابرة للحدود، أقول أن أمننا العربي مشترك وجهودنا موحدة ومشتركة لحماية مجتمعاتنا. نؤكد ذلك لشعبنا ولإخواننا العرب ولا سيما في دول الخليج العربي، لن يكون لبنان مقراً لإطلاق الشر أو لاحتضان أو تمرير أي نوع من أنواع العداء. لبنان يحفظ الجميع والكل يحفظ لبنان. لبنان لا ينسى خير أشقائنا العرب، أمنهم أمننا وأمانهم أمان لنا، نتوحد في كل مرحلة صعبة. أجهزتنا الأمنية نجحت في إحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات وضبطت كميات كبيرة من السموم وملايين حبات الموت، انطلاقاً من الواجب ومن الدافع في حماية استقرار وأمان مجتمعاتنا. أوليست هذه الأجهزة الأمنية البطلة؟ أوليست هذه الأجهزة الأمنية البطلة بحاجة إلى رعايتكم أو دعمكم؟ لبنان بلد للاستقرار، هو لا يريد الحرب. اللبنانيون يؤمنون بالشرعية ويعتصمون بالأمن وبرجال الأمن لتحقيق الأمان، أماننا جميعاً. علاقاتنا ممتازة بكم جميعاً. نمنع الأذى عن خليج الخير الذي نؤمن بمحبته للبنان. نعم، أنتم العرب تحبون لبنان، أنتم تحبون بيروت، أنتم معنيون بنا، لن تكون المسافات بعيدة بيننا وبينكم. أنتم العرب الأشقاء، نحن الأوفياء، نريدكم في بيروت وفي كل لبنان. نريد تعاوناً أمنياً وتكاملاً اقتصادياً. نريد إعادة تصدير منتجاتنا اللبنانية إلى أرض الأشقاء العربي وفي الخليج. نعمل لتكون برداً وسلاماً وأماناً للإخوة جميعاً في الربوع العربية. لا نرضى بأن يكون لبنان مصدر قلق لكم. لن نفسد علاقاتنا بكم. أنتم لنا القلب والروح والحب والحياة. نحن نحارب الجريمة والفساد. نحن مصممون على بناء الدولة في لبنان. دمتم ودام الأمان في الوطن العربي، والسلام عليكم.